مساء الخير صباح النور أينما كنتم رمضان كريم لكل المسلمين الترحاب الحار لكل الذين حضروا اليوم لمشاركتنا في سلسلة الندوات عبر الإنترنت عن السودان حول إعادة التصور القطاع الأمن في السودان. أنا لوكا بيونغ عميد أكاديمي في مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية والمشرف على برنامج أكاديمية مشرف على برنامج أكاديمي حول استراتيجية الأمن القومي في أفريقيا هذه وهذه سلسلة من الندوات على الإنترنت عن السودان وسوف أكون ميسرا لهذه الجلسة هذه السلسلة من الندوات على السودان حول دور القطاع الأمني في التحول الديمقراطي تنظم من قبل مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والمهدب بولاية الأمريكا للسلام أولا نرحب بكم لمرة أخرى وخاصة الذين حضروا الندوة السابقة حول التحول الديمقراطي والدور الفعال لقطاع الأمن. هذه الندوة الرابعة من السلسلة الندوات الخمسة في أعلى السودان سوف تركز هذه الندوة على استراتيجية الأمن القومي كأداة عملية الندوة المتق... المتبقية ستكون عن أهمية التطوير استراتيجية الأمن القومي لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان وحيكون يوم عرض 26 إبريل على الساعة 2 التوقيت السودان نركز شوية على الأحداث الجلسة لهذه الجلسة أهم أحداث هذه الجلسة وزي ما ذكرنا حتكون حول استراتيجية الأمن القومي كأداة عملية أو الهدف الهدف الأول مناقشة الأساس المنطقي والأهمية لتطوير استراتيجية الأمن القومي كأداة عملية لمختلف الأوضاع في أفريقيا بما في ذلك السودان وصلتها بإصلاح القطاع الأمن في أفريقيا الهدف الثاني مشاركة المراحل الرئيسية لعملية تطوير استراتيجية الأمن القومي وأصحاب المصلحة أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يجب أن يشاركوا في عملية توفير أمن المواطن والمكونات الأساسية لوثيقة الاستراتيجية الأمن القومي الهدف الثالث فحص بعض التحديات الرئيسية التي ممكن التي من المحتمل مواجهتها في تطوير استراتيجية الأمن القومي في أفريقيا وكيفية التغلب على هذه التحديات قبل تقديم المتحدثين اليوم أدعوني أن أعرض عليكم أهم النقاط في الندوة السابقة وبعض الدروس المستفادة من خبرات أخرى حول إصلاح القطاع الأمن وإستراتيجية الأمن القومي من خبرات أفريقية ونبدأ بقطاع الأمن توفير الأمن الإنساني سيظل التحدي الكبير في معظم الدول الأفريقية حيث أصبحت بعض الدول غير قادرة على توفير الأمن للمواطنين رغم الزيادة المضطردة في الاتفاق في الإنفاق الأمني في بعض الدول الدولة نفسها أصبحت مصدر انعدام الأمن للمواطنين ويعزى هذا ليس للتحديات الأمنية الشائكة بل للانعدام الحوكمة السليمة الذي ينعكس في ضعف العقد الاجتماعي أو السياسي والانعدام القيادة الاستراتيجية والإرادة السياسية ومقاومة التغيير داخل قطاع الأمن في معظم الدول الأفريقية هناك أمثلة لبعض الدول الأفريقية التي لها قيادة استراتيجية ورؤية قومية مشتركة وإرادة سياسية التي نجحت في جعل القطاع الأمن كجزء أساسي في التحول الديمقراطي والنمو الاقتصادي. رغم النداء الاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء لإصلاح القطاع الأمن كأساس لإعادة الثقة والإيمان المواطنين في حكوماتهم، إلا إن معظم هذه الدول لم تحقق هذا بعد. يعرف القطاع الأمن بكل المؤسسات، والم... ب... ب... يعرف قطاع الأمن بالمؤسسات والمجموعات والأفراد التي تخطط وتدير وتوفر وتراقب تقديم خدمات الأمن للمواطن والدولة. أما الإصلاح قطاع الأمن يعرف من قبل الاتحاد الأفريقي بالطريقة للصياغة وإعادة توجه في السياسات والهيكلة والقدرات لكل المؤسسات والمجموعة التي تشارك في قطاع الأمن لجعلهم أكثر فعالية واستجابة للحكم الديمقراطي والتلبية رغبات العادلية والأمنية للمواطنين فالإصلاح القطاع الأمني ليس حصرا على الدول التي أبرمت اتفاقية السلام لوقف الصراعات والحروب، بل لكل الدول التي على مستوى مختلف نحو التحول الديمقراطي في أفريقيا. استراتيجية الأمن القومي، هناك دراسات عديدة التي أثبت أثبتت أن السياق الجيد لاستراتيجية الأمن القومي ومشاركة كل أصحاب المصلحة تساعد متخذي القرارات والقيادات في قطاع الأمن لمواجهة التهديدات الأمنية وتوفير الأمن للمواطن بصورة فعالة. الاستراتيجية الأمن القومي هي عبارة عن السياسات والاستراتيجيات لتوفير الأمن الأفضل للدولة والمواطنين وفي في بعض الأحيان توصف هذه الاستراتيجية كخارطة طريق والبوصلة القومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمنية بما فيها الإصلاح القطاع الأمن ورؤية الأمن القومي طريقة السياغة الاستراتيجية أهم من الاستراتيجية نفسها ولا سيما مشترك كل أصحاب المصلحة الأكثر تضررا من انعدام الأمن كالمرأة والشباب أيضا طريقة صياغة الاستراتيجية يمكن توفر فرصة قيمة لحوار قومي وطني لتداول حول قضايا قومية كخلق عقد اجتماعي جديد وعلى النظر حول الهوية القومية والحوكمة في قطع الأمن وهيكلة الدولة وبناء الثقة وتحقيق العدالة الانتقالي وأهداف التنمية المستدامة رغم النداء الاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء لسياق استراتيجية الأمن القومي بمشاركة كل حسب المصلحة إلا أن هناك سحة أو عدم وجود هذه الاستراتيجيات وإن وجدت قد تم صياغتهم بدون مشاركة المواطنين والتركيز على أمن السلطة الحاكمة وليست أمن المواطن علاقة إصلاح القطاع الأمن والاستراتيجية الأمن القومي بما أن تعريف القطاع الأمن إصلاح قطاع الأمن يختص بإعادة صياغة السياسة الأمنية هذا يستدعي أن يتم إصلاح قطاع الأمن في إطار استراتيجية الأمن القومي هناك هناك أمثلة قيمة من بعض الدول الأفريقية كالليبيريا التي تبنت إصلاح قطاع الأمن في إطار استراتيجية الأمن القومي التي ساهمت في إعادة هيكل القطاع الأمني وتحديد حجم القوات ومن ثم تقليص الصرف الأمني هناك أيضا أمثلة للدول في أفريقيا التي بدأت إصلاح قطاع الأمني بدون استراتيجية الأمن القومي الذي أدى إلى فشل الإصلاح في قطاع الأمن القيادة الاستراتيجية المبنية على المؤسسية وليس على الأفراد أو الشخصيات تلعب دور أساسي لإخضاع قطاع الامن الاستراتيجي الامن الامن الاستراتيجي الامن القومي ورؤية الامن القومي انا انا سعيد اليوم بتقديم متحدثين لهذه الجلسه الذين لهم خبرات وافيه وفهم عميق عن قضايا القطاع الامن والسياغه الاستراتيجيه للامن القومي في افريقيا وهم الدكتور فالي والدكتور امين بما ان سيرتهم الذاتيه موجوده معكم سوف اركز لبعض الخبرات والمؤهلات للحزين المتحدثين نبدا اولا بالدكتور دكتور فالي. بالدكتوره فالي هي خبيره مستقله في الصراع والامن في مجال البحث وتطوير السياسات الامنيه ولا سيما في افريقيا دكتور فالي راجعت سياقة ورقه المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجيه حول سياقة الاستراتيجيه الامن القومي في افريقيا. هي خبير مسجله في الفريق الاستشاري الدولي لقطاع الامن. عملت في مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن وهو مركز رائد في دراسات الامن. دكتور فيلي حاصل على دكتور ماجستير من معهد جنيف للدراسات العليا والدكتوراه من معهد اوتو سوهر للعلوم السياسيه في جامعه عمر فراي في برلين. المتحدث الثاني دكتور ايميل اودراغو. دكتور إميل بروفيسور مساعد في مركز افريقي للدراسات الاستراتيجيه ومخصصا في قضايا في قضايا متعلقة بتطوير استراتيجية الأمن القومي وإصلاح قطاع الأمن والحوكمة. دكتور إميل سعد في صياغة ورقة المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية حول صياغة استراتيجية الأمن القومي في أفريقيا. وهو عضو في شبكة قطاع الأمن الأفريقي وأيضا رئيسا ومؤسس لمنظمة الأمن المواطن في بوركينا فاسو. وكان رئيسا اللجنة العلمية لصياغة سياسة الأمن القومي في بوركينا فاسو. عمل مع الاتحاد الأفريقي كخبير في إصلاح قطاع الأمن والحوكمة في مدغشقر. عمل أيضا وزيرا للأمن في بوركينا فاسو وقام بصياغة استراتيجية الأمن الداخلي وطورها وقام بتفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية. ومشارك المجتمع في إدارة القضايا الأمنية. عمل ضابطا في جيش بوركينا فاسو وتقاعد من الخدمة الفعلية كعقيد. كان وزيرا للأمن وعضو برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعضو في اللجنة الشؤون السياسية والسلام والدفاع والأمن في البرلمان ال, 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 ال الإقليمي دكتور إيميل حصل على الدكتوراه الدكتوراه من مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية في باريس في فرنسا والدكتوراه حول الإصلاح قطاع الأمن والحوكمة في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا شكرا لكم دكتور إميل والدكتور فالي. نبدأ حوارنا الآن مع مع الدكتورة فالي. دكتورة فالي، السؤال الأول بناء على مراجعتك للمجموع أدوات الاستراتيجية الأمن القومي هل يمكنك أن تشرح المشاركين الفرق بين سياسه الامن القومي واستراتيجيه الامن القومي واساس المنطقي لتطوير استراتيجيه الامن القومي ومراحل صياغه الناجحه لاستراتيجيه القومي القومي في افريقيا اهلا وسهلا اتمنى ان تكونوا قد تسمعوني بوضوح رمضان كريم للجميع ايها الساده والساده بالنسبه للسؤال الذي طرح بالنسبه لسياسه طبعا سياسه الاستراتيجيه سياسه الامن القومي فهي فهي سياسه ولكن استراتيجيه هي هي تتعلق بالعمل الذي يجب ان نعمله كيف ماذا يجب ان نفعل وكيف يجب ان 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 أن نصل إلى الهدف في حقيقة الأمر فخطة أو مسار السياسة هو يعني مرتبط باستراتيجية الأمن قومي لانه لا يمكن ان نقوم بعمل بدون ان نعرف الهدف الذي يجب ان نتوصل اليه بالنسبه لتطوير استراتيجيه الامن القومي هي مهمه جدا فهي وثيقتين مختلفتين واحده متعلقه بالسياسه واخرى متعلقه باستراتيجيه ولكن هناك ولكن اهم شيء الشيء الاساسي هو السياسه تتعلق بماذا وال الاستراتيجيه تتعلق بكيف فيجب ان نرى التوجه الذي سوف ياخذه بلد معين، مسؤوليه الحكومه التي تتعلق بهذا البلد وايضا ان ننظر الى السياسه والاستراتيجيه وهذا ما يجب ان تقوم به استراتيجيه الامن القومي فهي اداه اداه عمليه وهي يجب ان تسرد الـ الـ النيه الـ يجب ان تنظر الى الشركاء الذين سوف نعمل معهم وايضا الفاعلين فيجب هناك القيم وال مبادئ وايضا الاهداف التي يجب ان نتوصل اليها فهذا مهم جدا وهذا قد يصبح في كثير من السياقات اداه مهمه جدا وعمليه اداه عمليه لكي نتوصل الى الهدف المتوخي آة يجب ان نفهم وننظر الى مفهوم الامن وهذا يعني انه يجب ان, أن, 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 أن أن نجمع كل الفاعلين مع بعضهم البعض ونعني يعني الجيش في هذا المسار وقطع الصوت مرة أخرى عفوا للسادة والسيدات المستمعين إذا أتكلم عن كأداة عملية وهذا طبعا له علاقة بالإصلاح الذي نقوم به بقطاع الأمن فهذا هو ضمن إطار ضمن الإطار لقد تحدثنا عن ذلك من من قبل فهي أداة عملية مهمة يجب ان تكون واضحه ولكن يجب اولا ضبط مفهوم الـ الـ قد الأمن يجب أن نفهم كل القيم وكيف يمكن أن نتوصل إلى الهدف لأنه في سياق مثلا الإصلاح هناك كثير من الأسئلة التي يجب أن نتطرق إليها فهناك بعض التغييرات فقد لا نستطيع في بعض الأحيان التوصل إلى الأهداف الأولية ولكن يجب أن نضبط مفهوم الأمن في أول المطاف مسألة التنسيق أيضا هي جوهرية فكثير من المراحل يجب أن نضمطها بالنسبة للمسار بنفسه وكيف نصل إلى الهدف هناك مجموعة الأدوات التي قدمناها فهناك كثير من المراحل التي يجب أن نقطعها في إطار صياغة أو في إطار مجموعة الأدوات هذه فهي خلال 18 شهر من ستة أشهر إلى 18 شهر يجب أن ننظر إلى الاستراتيجية وأن ننظر إلى كل هذه المراحل وهذا يعني أنه هناك كثير من المسائل اللوجستيكيه التي يجب ان نتطرق اليها وكثير من الاسئله التي يجب ان نجيب عليها فيجب في ان يكون هناك مسار في اولي هناك ايضا مرحله المبادره والتخطيط فعندما نتاكد من هذا المسار سوف ننتقل الى الى مراجعه مرحله المراجعه والتقييم مراجعه والتقييم وهي مرحله ما قبل الصياغه فهنا ننظر الى طبعا كل الاسئله المركزيه التي سوف تقودنا الى وسوف التي توضح مرحله المبادره والتخطيط التي هي المرحله الاولى في في استراتيجيه تطوير استراتيجيه الامن القومي وذلك هناك المرحلة الثالثة وهي صياغة درافتنج صياغة ويجب أن تشارك تشارك وهذا يعني أن يمكننا أن نضم الأصوات إلى هذه المرحلة الثالثة التي هي مرحلة الصياغة المرحلة الثالثة في تطوير استراتيجية الأمن القومي وصلنا إلى نقطة الكونسلتيشن Revisions يعني مرحلة المراجعة والاستشارة التي هي مهمة جدا ويجب أن تشارك في إطار استراتيجية الأمن القومي مع كل الفاعلين ويجب ان تراجع تراجع طبعا تراجع المراحل الاخرى من وبعد ذلك هناك المرحله الخامسه التي هي الموافقه والاعتماد فهي مرحله مهمه ايضا ندخل في تفاصيل ونناقش كثير من المراحل هنا بعد ذلك المرحله السادسه التي هي النشر مرحله هي مرحلة النشر والاتصال، الاتصال حول استراتيجية الأمن القومي وهذا يجب هنا يجب أن نتأكد من أن الاستراتيجية هي مش تشارك مع كل الفاعلين وكل الذين سوف يُدمجون في هذا المسار وفي كثير من السياقات، هذه مرحلة جوهرية يجب الاعتماد عليها ويجب أن نتأكد من أن الاستراتيجية هي بنفسها شُركت لأنها لأنها مرحلة حاسمة ومرحلة مهمة في مرحلة لأنها تعتمد على نشر و اتصال ما طور من قبل في المراحل الاخرى بعد ذلك المرحله السابعه التي هي عندما نصل المرحلة السادسه طبعا نقوم بمرحله تفعيل واي استراتيجيه جيده يجب ان تكون استراتيجيه مفعله فهنا يتم تفعيل استراتيجيه الامن الامن القومي فهنا في هذا المسار نتاكد بعد ذلك الى من ان كل المراحل ضبطت وان هنا وصلنا الى التفعيل والاشراف والمراجعه شكرا جزيلا هل كانت الامور واضحه شكرا جزيلا شكرا شكرا كل شيء كان واضح الان اود اود ان طبعا ان تقوم بمداخله اخرى ربما عندما لم تشغلي الفيديو كان كان الصوت واضح السيدة فيرليش أ... أ... سوف سوف أن... العناصر العناصر الرئيسية في السياسة الاستراتيجية الأمن القومي في بيئة أمنية معقدة في أفريقيا كما هو الحال في السياسة كيف يمكن التغلب على هذه التهديدات؟ طبعا انا سؤالك سيدي هما كل كل العناصر المتعلقة وكانت كان متعلق بالعناصر المتعلقة بالسياق الإفريقي فهذا يعني أن طبعا السياق هو سياق متراكب فيجب أن تكون الاستراتيجية عملية يجب أن تكون في السياق الإفريقي يجب أن تكون استراتيجية واقعية ويجب أن تكون نستطيع تفعيلها في, في الواقع وهذا يعني أن كل التصورات القيم والاهداف يجب ان تكون واضحه ويجب ان تساهم في اصلاح القطاع الامني هذا يعني انه هناك كثير من الاشياء التي يجب ضبطها يجب ان يكون في تعريف واضح للامن قد تكون تعني اشياء مختلفه لناس مختلفين وحتى لاطراف مختلفه خاصه البلدان التي هم يمرون بهذا النوع من النقلة النوعية فيجب أن نتأكد بأن هنالك حوار جاري تؤدي إلى هذا المشروع والتي قد تكون في من جانبها النظرة الواسعة ويجب أن تكون شاملة في المشاركين وهذا عنصر جوهري لاستراتيجية وطنية ناجحة لأنها هي هي الإطار هي الإطار الأكبر والأوسع لما نحاول أن نفعله ومربوط بهذا أيضا أنه من المهم أن نعرف ما هي القيم الوطنية التي هي جوهريه من اجل تطبيق هذا المشروع بنجاح وما هي العناصر المهمه الرئيسيه وهذه في حالات كثيره يعني هي مربوطه بالاطار القانوني الدستور الجانب التشريعي والقوانين والثقافات المحليه والتقاليد والاعراف الوطنيه وما هي القيم التي هي مهمه بالنسبه للمجتمع فهذا مهم جدا كجانب حواري ايضا وعلى أساس هذا سبب أن هذين العنصرين مهمين جدا مع أنه نظريا وكأنها يعني لها هي ترشدنا ترشد الأولوية أو وضع الأولوية ما بين النقاط فالأمن مهم نعم وأن كل شيء يظهر وكأنها لها أولوية وحال طارئة لكن لا يمكن أن تنجح أي حالة أمنية لو حاولنا القيام بكل شيء لذلك اختيار الاولويات مهم جدا فالاولويات بقائمه مختصره مهمه جدا ويرشدها اهداف مهمه خاصه بالنسبه لما هي الاولويات وهذه الاولويات ووضع القائمه للاولويات مهمه جدا لانها تكون يعني توزيع أدوار وقناعة الأطراف والجهات المشاركة وأيضا توضيح المهام والأدوار من سيقوم بماذا واتخاذ القرار بمن سيقوم بماذا أيضا مربوط وموصول بقائمة الأولويات ما بين كل الاحتياجات والمربوطة بجانب التنفيذ والتطبيق والتخطيط وعندما تصل إلى هذا المرحلة هذا يمكنها أن تساعدك على وضع مخطط للتطبيق أي تتأكد بأن جانب قيم جوهر الوثيقة والجانب التطبيقي والرؤية متطابقة ولهذا تحتاج إلى مراجعة دائمية ومتابعة عندما يكتب الوثيقة يجب أن يكون في جهة سلطة مسؤولة تراقب كل الجانب التطبيقي والتنفيذي و النيات المرجوه، وانها على المسلك والدرب الصحيح، وان يكون في امكانيه لتغذيه الرؤيه والمراجعه بشكل واضح. طبعا مهم جدا ان نعمل العمليه بشكل واقعي اكثر، وان تكون الكلفه المقاسه ايضا ان تكون واقعيه. شكرا جزيلا دكتور فعلي للتحديد العناصر الأساسية للإستراتيجية الأمن القومي ودي عناصر تكاد تكون يعني مشتركة لكل السياسة لكل الاستراتيجيات السؤال السؤال قبل الأخير لك هل يمكنك أن تشارك المشاركين التحديات الرئيسية في صياغة استراتيجية الأمن القومي في بيئة أمنية معقدة في أفريقيا كما هو الحال في السودان وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات هناك بالتأكيد تحديات كثيرة أعتقد هنالك اشياء مهمه يجب توقعها دائما هي ان يكون في قناعه سياسيه في اعلى سلطه في مرحله مبكره والتي سيساعد على الدفع الجيد في مراحلها الاولى وهذه قد تكون نقطه شد في الحقيقه في البدايه لانه من بعض عناصر الهيئات الامنيه او بعض عناصر المجتمع المربوطين بهذا الحاله فبان يكون في قناعه سياسيه من اعلى السلطات السياسيه في البلد من اهم الاشياء اي كل اللاعبين موجودين وشركاء على طاوله الدردشه ايضا هذا مهم لاستدامه العمليه لانه استراتيجيات الامن الوطنيه وتطويرها نفسها قد تاخذ ما بين ست شهور الى سنه ونصف ولكن ايضا تطبيقها تاخذ سنوات خاصه جوانب المراجعه فاذا لم يكن في دعم سياسي عالي فستفقد الطاقه والقوه الدافعه لها، فالقناعه السلطات العاليه مهم جدا. ثانيا ربما هذه النقطه الثانيه قد تكون غير واضحه في شرحها لكن من المهم في ابكر المراحل ان يعني يكون في فهم مشاطر ما بين كل اطراف المصالح حول ما تعنيه الامن وتعريف الامن واستراتيجيه الامن وغايتها وكيف تجرى العمليه. ماضيا الى الامام وهذا ايضا يخلق نوع من الاهميه حول هذا النقطه وثالث تحدي اعتقد انه الانتقال من حال حيث يكون في رؤيه جيده واضحه وسياسات موضوعه لكن نقلها الى جانب تطبيقي ايضا مهم حيث التاكد بان الاشياء التي هي كوثيقه مثلا عالية المستوى ومهمة من ناحية وطنية تترجم توصل تنشر في كافة الخطوات والإجراءات إلى سياسات ملموسة حرفية لفظية من أعلى إلى الأسفل فمن رؤية إلى تطبيق فعلي لمدة زمنية طويلة أيضا صعبة الإيصال وهذه تحديات بصراحة شكرا جزيلا على, على الإجابة لهذه التحديات وبدون شك السودانيين سيحاولوا يستفيدوا من هذه التحديات السؤال الأخير وربما كوصية أو نصيحة للوضع السوداني so, ما هي النصيحة المهمة التي يمكنك تقديمها للسودانيين في حال نيتهم وضع استراتيجية أو سياق استراتيجية الأمن القومي في المرحلة الانتقال الديمقراطي في السودان. لا أرى نفسي بأنني شخص له القدرة لها القدرة على التفكير بدل السودانيين لأني كونني أنا خارج الإطار لكن أيضا جهة النصيحة مني هي تكوين وخلق رؤيه وطنيه كامله اي فوق ما يتصوره او يفكر فيه الحكومه او حتى اطراف المصالح المعروفين ذلك من اجل كي نكون شموليين في دم الاطراف جميعا وتعكس كافه الفئات وشرائح المجتمع حيث الجميع في البلد يمكنهم ان يروا في هذه الصيغه امنهم سلامتهم حياتهم وهذا مهم ليس فقط شرعية هذه الوثيقة لأن شرعية القناعة خاصة شرعية الحكومة التي تقوم بهذه العملية لكن أيضا مهمة من ناحية تطبيقية تنفيذية فعلية لأنه عندما تشمل كافة الأطراف ولا تهمش أي جهة منذ البداية بكافة المراحل التطويرية الاستشارة الأولى الشورى الأولى بصيغة المسودة والكتابة ثم المتابعة مهم جدا خاصة في جلب اهتمامات ومتطلبات الشرائح الاجتماعية في كافة مراحلها كي تغلغل إلى داخل كافة نواحي عمل الهيئة الأمنية في البلد. و هذه الطريقة الشاملة لشملة الجميع هي من الطرق الوحيدة المهمة لتوفير الأمن بمعناها الحرفي إلى المواطن العادي إلى أعلى هرميات الحكومة وهذه مهمة جدا لأي حركة نقلية جبارة مثل هذه لأنه لو افتقرنا إلى هذه نرى الفجوة ما بين الحكومة والشعب عندما لا يكون في نفس الصفات والمزايا موفرة لكافة للجميع فالشمولية والمشاركة للجميع فيها فالنصيحة الجوهرية هي هذه بصراحة دكتور فلي، جزيل الشكر للحاجة التقديم القيم والنصيحة للسودانيين أنت كنت حاضرة في الحوار اللي أجريناه في خرطوم في شهر مارس القادم وبدون عندك علم بالتهديد الأمنية الموجودة في في السودان وربما حتكوني يعني موجودة لأي دعم لل للتحول الكبير للسودان لأن يعني السودان بمر بمراحل صعبة ومحتاجة للدعم من كل الأصدقاء السودان وأنت من أعز الأصدقاء السودان ولك كل الخبرات فكل الشكر لل للأسئلة للإجابة لهذه الأسئلة حنتحول الآن لل للدكتور إيميل وزي ما ذكرت الدكتور إيميل حيتحدث من المنطلق الـ الـ الواقعي، لأنه هو ساهم في صياغة الاستراتيجية الأمن القومي أو سياسة الـ الأمن لدولة بوكينا فاستو. فهو الخبير حيحاول يشاركنا بالخبرته في في خلال التجربه العمليه في 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 بوركينا فاسو دكتور ايميل بناء على مراجعتك لل لحال الاستراتيجيه الامن القومي في افريقيا هل يمكنك مشاركه المشاركين في في الوضع الاستراتيجي الامن القومي في افريقيا وبالتحديد التركيز هل التركيز على الامن البشر الامن الانساني ولا تركيز على امن الدوله او النظام ومستوى المشاركه المواطنين اما وما اذا كانت هذه الاستراتيجيه سريه او متاحه للجمهور دكتور أميل مرحبا الفرصة لوكا. شكرا جزيلا دكتور لوكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم للجميع شكرا أيضا شيرلي لأنها هي بلطة الطريق لأنها هي التي وضعت إطار العمل والخطوات لتطوير النظام الامني في المفهوم الافريقي، دعني ابدا بهذا السؤال لاعطائكم خلفيه لحالات الدراسيه الحالة الدراسيه الامنيه الافريقيه بدات في مارس 2018 في وفيها مركز افريقيا قررت كي تاخذ على عاتقها دراسه حول الدراسات الوطنية الاستراتيجية وبالإضافة إلى دكتور لوكا وأطراف أخرى عشر بلدان شاركوا فيها منهم جنوب أفريقيا بوتسوانا السودان الجنوبية نيجيريا وليبيريا وكوليبوا مالي والسنغال وبوركينا فاسو فهي مهمة طبعاً حيث هذه البلد هي من احد البلدان التي اختيرت البلدان بشكل عشوائي. فعندما تسمع ما قالته الدكتوره فيرلي نحن نرى انه في هذه البلدان فقط نيجيريا كان فيها استراتيجيه وطنيه مكتوبه كوثيقه مقارنه بالبلدان الاخرى. والبلدان الأخرى طورت السياسة الأولى وهذه السياسة الأولى كانت فقط, فقط كانت بقيادة بعض البلدان وكانت فقط صيغة من طرف كل الخبراء خبراء الجيش وكانت طبعا المجتمعات كانت مستثنية من هذا المسار المجتمع المدني لم يكن مدمج في هذا المسار فكانت مطورة فقط من من طرف الجيش فكانت هناك كان هناك تصور ولكن لم يكن هناك تصور لي طبعا أمن إنساني وهذا ما حصل فكان فكان هذا كان تحدي وتهديد بالنسبه لتحقيق الامن فما توصلنا اليه في هذه الدراسه ايضا هو أنه لاحظنا أن لم يكن هناك انسجام بين السياسة الأولى وبين السياسات طبعا الأخرى التي كانت متواجدة في إطار تطوير الأمن القومي فبالنسبة لمثلا مكافحة الإرهاب واستراتيجية مكافحة الإرهاب وغيرها كانت موجودة ولكن لم يكن يت... هناك ارتباط بين كل الاستراتيجيات المتواجدة على أرض الواقع ففي آخر المطاف وبخصوص طبعا تصور ال المجتمعات او المواطنين لاحظنا انه فقط نيجيريا وليبيريا كانت هي الدولتان الوحيده التي ادمجت نظره او تصور المواطنين في هذا المسار فكانت وكانت هناك ادارات احسن لهذا المسار فادمجت المواطنين ففي تطوير استراتيجيه الامن القومي كنا نلاحظ ان البلدان الاخرى لم تدمج ولم تدخل ندرة او تصور المواطنين في مسار تطوير استراتيجيه الامن القومي وفي اخر المطار وللاجابه على سؤالكم طبعا بالنسبه للاتصال او ولوج الشعب لهذا المسار هو امر مهم جدا نود ان اقول ان طبعا المسار في ويبقى سري في حد ذاته وفي اطار نيجيريا وليبيريا سياسه الاستراتيجيه استراتيجيه الامن القومي نشرت فكان هناك نشر واتصال ومره اخرى لاحظنا انه انه من المهم ان هاته الدول الدولتان ما زالت تواجه صعوبات وكيف صعوبه طبعا التوصل الى الى نشر واتصال احسن فمسار استراتيجية تطوير استراتيجيه الامن القومي ومسار معقد فنش طبعا اعلام المجتمعات هو امر مهم ومن المهم ايضا ان نعرف كيف يمكن ان نحافظ على المعلومات وكيف يمكننا ان نحافظ على المصالح المصالح المتعلقه بتطوير استراتيجيه الامن القومي هذا بخلاصه ما ما توصلنا اليه ولكن بصفه عامه اود ان اقول ان السياسات الاوليه كانت كانت سياسات عمليه و... وكانت سريه و ولدينا بعض بعد, بعد المعلومات التي هي نشرت استطعنا نشرها وبعض المعلومات التي بقيت سريه فهذا هو المسار الذي قطعناه في في بالنسبه للمسائل المتعلقه بالامن فهذا هو امر بالنسبه لي هذا ما توصلنا اليه بالنسبه لبعض الوثائق المتعلقه بالامن في الـ السياق الافريقي في في صفه, صفة بصفه عامه اود ان اعطي الكلمه مره اخرى للدكتور لوكا شكرا جزيلا <تصفيق> <تصفيق> يا <أميوز>. <تصفيق> <تصفيق> يا شكرا جزيلا دكتور اميل لهذا تشخيص ال الوافي عن التجربة الأفريقية فيما يختص بالوضعية الاستراتيجية للأمن القومي في أفريقيا هناك دروس مستفادة من من الخبرة والعبر من الدول الأفريقية السؤال الثاني عايز نسأل بما أنك شاركت بصورة فعالة كرئيس لجنة العلمية في صياغة استراتيجية الأمن القومي لبوركينا فاسو هل يمكنك أن تشارك المشاركين كيف بدأت العملية والأساليب التي اعتمدت لتطوير فهم مشترك للأمن وضمان التشاول والفعال والمشاركة الفعالية للمواطنين وخاصة النساء والشباب؟ وبناء التوافق والتوصل إلى حل وسط خلال اللجنة العلمية التي كنت تجرب عليها اتفضل دكتور إيميل شكرا جزيلا الدكتور لوكا على هذا السؤال أظن أن هذا السؤال وجيه فهذا يدفعني إلى أن أرجع إلى كل مسار مسار تطوير استراتيجية الأمن القومي في البيركينات فاسو أود أن أقول أنني شاركت في تطوير استراتيجية الامن القومي في بوركينا فاسو نعم وكنت عضو للجنه العلميه اللجنه العلميه فهي اللجنه العلميه هي ضمن لجنه صياغه استراتيجيه الامن القومي فهذا هكذا نظمت الامور فسوف اعطيكم طبعا خلفيه وجيزه عن سياق البوركينا فاسو في اطار تطوير استراتيجيه الامن القومي هذه بيركينا فاسو قطع قطع طبعا مراحل تمرد في 2014 وفي كما 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 حصل للسودان في 2018 وطبعا هاته كان هناك كانت هناك حكومه انتقاليه في وطبعا الحكومه واجهت بعض التحديات بخصوص عدم الاستقرار كانت هناك كثير من التحديات خاصه في المجال القروي كانت هناك مشاكل متعلقه بالارهاب وغير ذلك ففي حقيقه الامر وفي هذا السياق يعني نفسه قطعت أشواط عديدة وكان لازم في هذه المرحلة أن نتوقف للحظة وأن نطور استراتيجية أمن قومي فكان من المهم أن تكون هناك ندوة تنظيم ندوة لطبعا الأمن فبدأ هذا في 2017 بالضبط وهذه المبادرة كانت طبعا بدات من طرف من طرف الوزارة، وزارة الأمن وكانت هناك تحديات كثيرة وزارة الأمن كانت هي نقطة البدء، وبعد ذلك كانت كان هناك تنظيم هذه الندوة، فالمهم في هذا المسار والمهم أن نعرفه هو هو أن هذه الندوة أدمجت وشملت كثير من الفاعلين طبعا فاعلين في مجال الأمن القومي وأنا وزارة الدفاع ووزارة الـ 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 الإدارة وزارة الإدارة وزارة العدل وأيضا كانت هناك أحزاب سياسية التي شاركت في هذا المسار والتي شاركت كان هناك أكاديميين مجتمع المدني وكان كانت هناك مشاركة فعالة من طرف من طرف كثير من الفاعلين في هذه الندوة وابتداء من هذا هذه الندوة أيضا قررنا أن أن طبعا أن تكون هناك لجنة لجنة الصياغة وبعد بعد تتبع كل التوصيات التي وصلنا إليها في هذه الندوة وصلنا إلى خلاصة أن أن لجنة لجنة الصياغة كانت لديها مهمة مهمة ومهمة مهمة, مهمة،, مهمة تطوير استراتيجية الأمن القومي قررنا في هذا المسار أن طبعا أن نحترم كل المبادئ كان يجب أن تكون قررنا أن تكون هذه اللجنة متعددة التوجهات وان تكون لجنه شامله فقررنا أن, ان طبعا نحضر كثير من الاكاديميين والخبراء كثير من المحاضرين وايضا كثير من من اعضاء الوزارات وكانت فكانت هناك لجنه عامه التي شاركت فيها كل هذه الاطراف كانت هناك بعض طبعا بعض منظمات المجتمع المدني كانت هناك بعض طبعا النقابات وطبعا لجنه الصياغه كانت منقسمه من اربعه اربعه مراحل الشامله المرحله الشامله وبعد ذلك كانت هناك مرحله الصياغه او او أيضا كانت هناك لجنات قطعت أربعة مراحل وكانت هذه المرحلة التي مرحلة اللجنة العلمية التي شاركت في هذا المساء اللجنة العلمية بصفتها كانت تضم 12 عضو 12 عضو الذي شارك الذي كان لدي... كانت لديهم خلفيات مختلفة هذه الخلفيات كانت تشمل ست ست طبعا ست توجهات او خبرات في مجال الامن اكاديميين مهمين الذين شاركوا في هذه اللجنه فاولا كان من وزاره الدفاع واحد من الجيش وكان واحد من طبعا من من الجيش وكان ايضا من المشاة وكان ايضا ايضا كان ايضا متقاعدين للمفتشين عامين من الشرطه الذين شاركوا في هذه اللجنه فقررنا ان تكون هذه اللجنه ان ان تدمج ان تكون واحد خبير في علم الانسان والانثروبولوجيا وايضا ايضا ان يكون واحد خبير في العلوم السياسيه ولانه كان على درايه بكل التحليلات، واحد ايضا كان لازم ان يكون عضو من الاقتصادي، ان يكون واحد خبير في اللسانيات، وايضا واحد خبير مؤرخ، وايضا خبير في مسائل اخرى، فهذه كلها اعضاء في اللجنه العلميه، والهدف هو ان تكون ان ان يعطونا خبراتهم في التوجه الذي كان يجب اخذه في تطوير استراتيجيه الامن القومي. فعنا في اطار المصادقه كان يجب ان تشارك هذه الاعضاء وايضا كان لازم ان طبعا خذ بعين الاعتبار ايضا تصور الحكومه فالوزير الاول وايضا الخبراء في مجال الحكومه كان دورهم فعال في اعطائنا رايهم بالنسبه للهيكله التي كان يجب تبنيها. بالنسبه لقضيه المتعلقه بفهم قطاع الأمن، هذه اللجنة عملت معاً لكي تتوصل إلى تصور تصور امني فطلبنا من الحكومه ان تصيغ طبعا سياسه سياسه استراتيجيه سياسه امن قومي على مستوانا كان من المهم على اللجنه على مستوى اللجنه العلميه قررنا بعد تفاعلنا مع مع طبعا الاعضاء الاخرى ان نقوم بصياغه سياسه سياسه امن قومي واستراتيجيه امن قومي فهذا كان ضمن دورنا وطبعا اختلفنا في الاراء و... وناقشنا كثير من المسائل لان الحكومه طلبت منا ان ان ان, أن نصيغ استراتيجيه امن قومي وسياسه امن قومي فهذا كان مهم جدا كان يجب ان نقوم بتحديد بعض المبادئ المهمه هذه المبادئ كان يجب ان تكون شامله فالسياسه والاستراتيجيه الامن القومي كانت مهمه جدا لانها كانت ست... سوف تهتم بمساله الامن الانساني الذي له دور جوهري فكلاهما متعلقان ببعضهما البعض فهذا المبدا كان مهم جدا في اطار المسار قبل وصدق عليه فالمسار كان لديه ثلاث كان فيه ثلاث مراحل المرحله الاولى كانت تتعلق باجتماعات التي كان يجب ان تعقد مع الحكومه كان يجب اقامه ندوات مع مع الوزارات فكان يجب ان اجتمع بها بهؤلاء الاعضاء ان نجمع اراء ارائهم في هذه المساله والمرحله الثانيه كانت مرحله استشاره استشاره مع مع الوزارات مع كل مع المجتمع اعضاء المجتمع المدني والمرحله الثالثه التي اتت في اخر المطار التي هي مرحله استشاره وكانت مهمه جدا والتي طبعا ساعدتنا على التطرق الى مساله الامن الانساني هذا الذي كان دور مساله التي كانت مساله جوهريه عندما ارجع الى مرحله الاستشاره ف طبعا كانت هناك ندوات واجتماعات مهمه التي كان يجب ان نقيمها وان ننظمها من اجل ان نجمع اراء كل الاطراف فاستشرنا مع كثير من الاعضاء كانت هناك ندوات واجتماعات ومح... فمكنت كلها من أن نقيم ورشات أيضا مع اللجنة العلمية وأن نستمع إلى كل الآراء في هذا المجال من أن نتأكد أن هناك توافق آراء وأن هناك إجماع بخصوص المسائل الجوهرية وهكذا أيها السادة وسيدات بدأنا المسار كان هناك بعض طبعا بعض المسائل المهمة المتعلقة بالوصم بكثير من التوترات بين المجتمعات كان هناك طبعا وحدة مجتمعية التي كان يجب أن نأخذها بعين الاعتبار مبادئ كثيرة كان لها دور فعال في هذا المسار شكرا جزيلا دكتور إيميل بدون شك الخبر البوركيني فاسو بدون شك السودانيين ممكن يتعلم منها وشكراً على المشاركة كيف إيجاد الإجماع حول قضايا حساسة لغاية الأمن، وبالأخص ما يخص بالدفاع والأمن. السؤال السؤال قبل الأخير، وربما يكون واجهتكم واجهتكم بعض التحديات، ما هي هذه التحديات؟ وكيف, وكيف تغلبت على هذه التحديات؟ في خلال صياغه سياسه الامن القومي شكرا اوكي شكرا دكتور لوكا هذه سؤال عملي جدا واود ان اكون صريح جدا معك في النص هذا نحن واجهنا مشاكل كثيره اعطيك اهمها قولها هي التوضيح التوضيح الأولي اللي ما هي المشروع وما هي المفهوم وتعريف الأمن ولم تكن سهل لأنه من الحكومة أصلا لم يكن لدينا أي توجيه أو وجهة بما نعنيه بالأمن فهذا كان أكبر أول تعريف فأخذتنا شهر كيف فقط لكي نعمل قائمه تعريفات او قائمه بالمفاهيم المتعدده للامن وقمنا بالتاكيد عليها وتوثيقها من خلال ورش عمل مختلفه وندوات كثيره والثاني هي الاجماع يعني كان لدينا لجنه علميه لكن مع ذلك واجهتنا مشكله الحصول على اجماع طول التطوير طول الفتره وكما قلت انه انه المؤتمرات والندوات والورش العمل مفيده ف اللجان العلميه لا تركز على على مساله ما وان تنقف، انما ما يفعلونه يجرون ورشه عمل عليها فورا لتبادل الاراء التحدي الثاني هي التخطيط العمليه تخطيط العملية كاملة وأن يكون معك أيضا المصادر مستدامة كانت لدينا تخطيط أولي فقير وسيء في الست شهور الأولى لكن نحن الآن وصلنا إلى مراحل الأخيرة فيمكنك أن تتصور بعد ثلاث سنوات كم تقدمنا بالأمر مصادر ايضا لم تكن متاحه لنا كثيرا ففي النهايه عليك ان تعود دائما وان تطلب المساعده والموارد والمتطلبات من الشركاء المختلفه فهذه هي الاشياء التي يجب ان اقولها اجابه على السؤال ايضا كان لدينا اشكال حول الدور القيادي من يقود العمليه فوزير الامن كان هو يقود العمليه لكن في نهايه اليوم كان لدينا تصادم أو مع وزارة الدفاع وكان يحس بأنه هذا ليس وأيضا عندما كنا نحاول أن نوصل الإجراءات إلى مكتب الرئيس الجمهورية هو في النهاية الذي حدد سيقوم بالقيادة طبعا ليس الرئيس نفسه وإنما مجلس الوزراء هم الذين يتولون القيادة المباشرة للعملية وكان لدينا أيضا تحديات بالنسبة لي الحالات الطارئه للقضايا الامنيه فنحن نواجه كما تعلمون الارهاب ومشاكل اخرى متعدده فكنا تحت ضغط دائما وكان علينا ان ان, أن, أن نترك عمليه الاجراء تطوير الاستراتيجيه الامنيه كي نعالج مشكله انيه طرحت نفسها على الساحه وثم نعود اليها فهذه بعض التحديات التي واجهتنا وتمكنا من ادارتها قدر المستطاع من اجل التغلب على نواحي كثيره منها لكن مع ذلك ما زال في تحديات شكرا دكتور لوكا شكرا جزيلا دكتور اميل للمشاركه لهذه التحديات بدون شك موضوع المفاهيم في القطاع الأم دي مفاهيم مهمة جدا لل لل وبعض التحديات لكيفية الإجماع الوطني في بعض القضايا السياسية وموضوع التمويل وال, وال... 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 التأكيد على ال... على ال... على, ال... على التحكم الوطني في الاستراتيجية رغم إنه شيحة الموارد أسؤال الأخير ما هي النصيحة الأخيرة ممكن عايز تقدمها لل للسودانيين إذا هم بدأوا في سيارة استراتيجية الأمن القومي إميل يا فرصة لك. okay thank you very much Luca deriving from the my experience. بنأخذ نظر الاعتبار استماده خبرتي في الجانب الامني في صياغتنا لمشروع تطوير البرنامج الامن الوطني فاول نصيحه لي هي ان تتاكد بان هنالك التزام قوي من السلطه السياسية في الحكومة أن يعني يكون في التزام والدعم من قبل قيادة قوية للحكومة لأنك كما تعلمون أن تطوير الأمن القومي هي قضايا حساسة جدا وإجراء حساس سياسي بصراحة وهي تؤثر على الكثير على الجوانب السياسيه والعلاقات القوه وايضا لديها ايضا تاثير على الجانب الحكري للقوه وحتى جانب استعمال وصلاحيات استعمال القوه وهي ايضا لديها قدره على املاء الى من سيوزع القوه والمصادر فهي تصيغ النص الامني للبلد ف هي تعني أشياء كثيرة، وأخيرا نصيحتي أيضا أن تحاولوا أن, أن تقنعوا الجوانب السياسية وتجعلهم شركاء لأنهم قد يكونوا عائق إن لم يكونوا شركاء. ويمكنهم من جانب يا إما أن ينجحوا العملية أو عكسوها، وهذا مهم جدا. القيادة أول نقطة ثانيا القيادة أن تجعلهم شركة ثاني نصيحة مهم التي هي الإحساس بالملكية الوطنية للمشروع تطوير البرنامج الأمن الوطني يجب أن تكون وأن تولد أو أن تصمم وأن تخلق وأن تقاد من قبل السودانيين أنفسهم نعلم انه هي عمليه تقنيه وتحديات ماليه فيها متعدده نعم وعلينا ان نطلب ونستمد من الدعم الدولي ايضا ولكن يجب ان تكون المساعده الدوليه ان تكون مختصره ولا غير طويله الامد يجب ان تكون مجمل واكثريه العمليه ان تنمى داخليا وان تاتي من داخل البلد. فبعد آه هذه النقاط في عمليه العم، العمليه العمل للتطوير الامن الوطني وتوضيح العمليه وبدايه العمليه منذ بدايتها وتأكد بانه لديك عمليه شامله للجميع وان يكون لديك اسلوب عام ومتكامل للعمليه وهذا مهم طبعا إنه من البداية من بداية صياغة النص نحن رأينا الهيئات العسكرية تطالب بالنظام القديم في أن يكون في مركزية وأحادية الجانب في توفير الأمن فالاستراتيجية الأمن الوطني هي شيء عسكري كان هذا قناعتهم فكيف يمكن للمرأة أن يغير القناعات فهذا صعب بصراحة وإنه صعب ومهم جدا أن تتأكد بأن المجتمع العلمي يعني أن بأنهم أيضا مجمعين على الآراء وأن بأنهم القدرة على أن يبنوا يعني عدد كافي من الناس اللي وتعليم وتوعية مجموعة كبيرة من المواطنين قدر المستطاع لملء فجوة وهوة الجهل وعدم المعرفة وبناء الجسر لتوصيل معظم الناس ذهنيا وروحيا إلى هذا المفهوم المشترك فنصيحة يمكن أن أعطيها للشعب السوداني هي أن يكونوا يعني يعني يستمدوا على هذه التجارب شكرا دكتور لوكا أو شكرا جزيلا دكتور إيميل ولا دكتور فالي بدون شك مداخلتكم التركيز الاساسي هو الملكيه الوطنيه لصياغه الامن القومي سياسه الاستراتيجيه الامن القومي واجدر الناس هم السودانيين في صياغه وملكيه صياغه الاستراتيجيه الامن القومي هدفنا هو 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 توفير مساحه لحوار وطني للسودانيين لإيجاد حلولهم الوطنية والحلول الموجودة برغبة شعبية ورغبة وطنية هي ممكن تكون تستدام ودل حدبنا ليس للتملئة لكن لخلق مساحة للسودانيين حتى يبدو في حوار وطني وفي 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 وفي, وفي تحديد أسبقياتهم حتى انهم يبدو يكونوا يحددوا خارطه الطريق للتغيير في القطاع الامن فكل كل الشكر لدكتور فالي ودكتور ايميل للمداخله القيمه وبدون شك حيكون مدخلة ويكون رصيد اساسي للسودانيين في في الطريق الطويل في الفترة الانتقالية الصعبة القطاع الأمن ده قطاع مهم جدا وده قطاع محتاج لأنه الاهتمام والتركيز عليه آه، لأنه ده جزء أساسي لأي تحول ديمقراطي في السودان